السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم ان شاء الله قررت باش نبان بوجه مكشوف، لان اغلبية الطلبات كانت على هذا الموضوع انني نبان، ولذلك قررت نبان واللي ليها ليها كما تنقولوا. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى الصورة اللي رسمتوا لي في المخيلة ديالكم تكون هي هذه، وكنتمنى نكون كنتمنى كما بغيتوني صوت تبغيوني كصوره. ندوزو دابا الوصفه ديال اليوم، لا كما تنقولوا حنا ماشي وصفه، ندوزو الحلقه ديال اليوم اللي هي عباره على التقدير ديال الاسبوع. غادي ندوز على بركه الله. عندي هنا الخضره اللي بقات لي من داك الاسبوع اللي فات، انا غنقولها لكم. عندي هنا نص كيلو تصفرج الباقي هو ما قصتوش، وعندي نص كيلو الفحل هو ما قصتهاش، وكيلو طماطيش اللي كنت خديت باش نصاوب الحريره، غنصاوبها ان شاء الله هاد السيمانه الا كتاب. وعندي هنا نص كيلو الباربه مع واحد الخياره شاطو لي من داك الاسبوع، زدت الخيار الباربه ما زدتهاش. بالنسبه لهذيك الاسبوع اللي فات درت طويجنات ونوعت كما قلت لكم، درت طاجين باللبس والحمص، درت طاجين الحوت، درت سلطه الحوت الفران بطبيعه الحال، الحوت والحوت الاخر ما كانوش نهار على نهار، كانوا مبعدين بحال واحد مثلا من الخميس وواحد الحد. ودرت الكسكسو، ودرت مره اخرى اللوبيا، ومره درت طاجين بالكرهه، ومره درت طاجين بلا لحم غير الخضره. هذا عطيتكم زعما هذاك الشيء ديال الاسبوع. وكندير بطبيعه الحال كاسكروب، وكندير بطبيعه الحال شي حاجه هذيك خفيفه للعشيه. دابا غادي ندوزو للتقديه اللي تقديت هذا الاسبوع. هذا خديت هنا كيلو ونص طماطيشه، كيلو ونص طماطيشه كما كتشوفوها هي. ما بغيتش نقيس الميكات حيت كيديروا الصداع، غيجيكم الفيديو فيه صداع بزاف. خديت كيلو ونص طماطيشه دا 5 دراهم الكيلو، كيلو ونص ب 150، وخديت كيلو ونص تاع خيزو تا هو 5 دراهم الكيلو، خديت كيلو ونص ب 150، وخديت هاد القريعه هادي. صراحه كتجي زوينه في الطاجين مع الجلبانه، ناويه نديرها الى كتاب. هادي كدير تقريبا 11 درهم، خديت نص كيلو ب 5 دراهم ونص. وخديت هنا في هاد الميكات الخيار كما كتشوفوا، كيلو تاع الخيار ب 5 دراهم، ونص كيلو ديال اللوبيا. هيا بالنسبه للوبيا للمبتدئات اللي ما تعرفوش تشريو اللوبيا، ديما كنطرطقوها هكا كما قلت لكم، ديما نطرطقوا اللوبيا. الا لقيناها هكا ما فيهاش ديك الحبه الغليظه خذوها، لقيتو في هذيك الحبه الغليظه اللوبيا بيضه كتبان عرفوها شافه ما تديوهاش. اللوبيا كدير 13 درهم الكيلو، خديت نص كيلو ب 6 دراهم ونص. هنا خديت الفلفله، الفلفله انا كتعجبني هكا كتكون عندي كنزيدها، حيت كنديرها غالبا في المسمن، كنديرها في لي صوص داك التشرميله تنقولوا حنايا، دايره 140، ولكن الفلفله زوينه بزاف. كاينه واحده اخرى ناقصه ولكن عجبتني هذه، خديت كيلو ربع ديال الفلفله 140 ريال كيلو، وخديت واحد الشي فلوره غير وحده حتى ب 140 ريال، هذه دايره تقريبا 120 كيلو، جاتني فيها 140. هذه ما يهمكمش هاد الكحوليه شي مشكل، هذه كاع تحيد ما غتبقاش، كنضربها غير من الفوق كنقيو الشي فلور. وخديت هنا واحد نص كيلو د البسباس، هو راه حيت فيه الربيع كيتحسب كيلو، ملي كنحيدو الربيع كيتحسب نص كيلو. المهم خديت نص كيلو كيما قلت لكم ديال البسباس ب 7 دراهم، يعني غنديرو طاجين البسباس، طاجين الفلفله، طاجين القرعه مدوره مع جلبانه، طاجين ديال اللوبيا ياكو، طاجين الشي فلور. ها هما عندنا 4 طواجن، وغنفرقو بيناتهم بحوت ب ان شاء الله هاد السيمانه نديرو شويه الكفته مع البيض وماطيش كتجي تاني زوينه مع شويه السلاطه ممكن باش ننوعو. وخديت البطاطا 2 كيلو اللي خديت صراحه، هاد البيضه كتجي زوينه في الطاجين، كتجي صراحه رطبه وزوينه، خديت 2 كيلو ب 10 دراهم. النعناع والربيع، النعناع والربيع خديتهم نهار الاحد يعني ما زدتهمش. وندوزو دابا للديسير، خديت هنا كيلو ربع البنان، بنان داير 10 دراهم الكيلو، كيلو ربع ب 12 درهم ونص. وخديت هنا التفاح، التفاح عجبني بزاف جاني زوين صراحه، داير 9 دراهم الكيلو، خديت 2 كيلو تقريبا وشي حاجه، طلعت لي ب 21 درهم. وخديت الرمان، الرمان داير 5 دراهم، خديت 2 كيلو ديال الرمان. كما تشوفوا يعني جنة الديسير، ما جبتش غير الليمون لقيتو شويه غالي، ما جبتوش بقى عندي شي حاجه قليله غنعدي بيها. خيزو كنجيبو ديما قلت لكم كنديرو في كنديرو محكوك مع الليمون. كنظن هذه التقديه واقيله كلها،
بالنسبه لهاد التقضيه تقامت عليا ب 120 درهم. انا كما قلت لكم خاصه 200 درهم للاسبوع، غنشد 30 درهم نحيدها غنخليها الا بغيت ناخذ الحوت، اما الدجاج وداكشي راه كما قلت لكم كنقسم طريفات ونديرهم في، راه كتشوفوا ملي كندير الطويجات ماشي كثير وماشي قليل اللهم لك الحمد. بالنسبه ل 30 درهم غنخليها للحوت، يا اما نجيب بها غادي غنجيب كيلو السر ديال 10 دراهم غنديروا مره كواري، وغنجيب كيلو ديال الحوت مخلط ب 20 درهم نقدر نديروا مقلي ونقدر نديروا في اللاطه ياك اقتراح. وغنديروا ان شاء الله هاد السيمانه العدس، ديك السيمانه درنا اللوبيا هاد السيمانه نديروا العدس بالجديد. دابا نصور لكم ان شاء الله. وسميتو بالنسبه ل 50 درهم اللي بقات ليا غنديرها في الربيعه، كما قلت لكم غنديرها واحد الربيعه، داك الصرف اللي كنجيب من السوق كنديرو في الربيعه ما كنخسروش ياكو. وسميتو بالنسبه للربيعه كما قلت لكم انا دايره واحد الهدف باش كنجمع فلوس. مثلا انا كنقول باغا نشري واحد الزريبيه، مثلا باغا نبدل زريبيه الصالون، انا ما غاديش نقول لي عطيني واحد 3000 درهم، بطبيعه الحال ما غيعطيهاش ليا، ايوك هذيك الزريبيه باقا صالحه، وسيرتو عندكم داك النوع ديال الرجال اللي ما كيبغيش الفراش، والاغلبيه كاينين ما عندهمش مع الاتات. جمعوا وحدوا اش بغيتوا ديروا بها، اللي بغات ديها الذهبيه تديها، المهم جمعوا شويه الفلوس، اللي بغات تخزنها تخزنها، تجمعوا واحد 5000 درهم دير شي تفتح كونت في البنكه وهكذا، نديروا شويه دوائر الزمان ونعاود بها الرجال يعطيونا كل شيء. المهم هذه هي التقضيه، وعطيتكم بالنسبه للكسكروت نهار اللي ديروا شي شويه الغدا ماشي هو هذاك، مثلا درتوا غير مريقه بلا لحام ولا طويجين بلا لحام ولا عاد العشيه ديروا كديروا كسكروت يكون زوين، مثلا ديروا مسيمنات عامرين بشويه دجاج بشويه الكفته، الا ما تغداش الواحد مزيان غادي يدير كسكروت زوين. وواحد العشيه راه غنديروا لي بات، غنديروا محمصه بالحليب، غنديروا شويه ديال الحسوه بالبوله لانها صحيه وزوينه مع شويه التمر مع شويه البيض مسلوق، راه انا هادشي اللي كندير. وعديو ودابا نحط واحد الاخت مسكينه طلبات لي المحمصه ولا الشعريه، قالت لك انا كنطيب وكيجيني معجنين، كنواعده غادي نطيب الشعريه ولا محمصه بمطيشه ونحطها لاختي وتشوف الطريقه راه سهله. وكنتمنى نكون فدتكم ولو غير شويه، ولا عجبتكم الحلقه كالعاده ما تنساوناش مني اللايك ديالكم، وخليت لكم الراحه وفي امان الله.